دفعت التحديات الاقتصادية التي شهدها قطاع المصارف في منطقة الخليج الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وزيادة المنافسة في القطاع عددا من المصارف للبحث عن فرص لخفض التكلفة وتحسين الكفاءة. وفي السعودية شهد قطاع البنوك حالتي اندماج خلال عامين، كان أولهما اندماج بنكي ساب، والأول في يونيو من عام 2019 والذي خلق ثالث أكبر مصرف من حيث الأصول. أما ثاني الاندماجات فهو اندماج بنكي الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وهو ما سيخلق أكبر بنك من حيث قيمة الأصول في المملكة، والثالث في منطقة الخليج بأصول تصل إلى 802 مليار ريال سعودي. وللحديث حول اندماجات القطاع المصرفي ينضم إلينا عبر زوم من الرياض مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال. مرحبا مازن، دعنا نتحدث عن اندماج بنك الأهلي وبنك سامبا. نتحدث عن 30% من الموجودات سيستحوذ عليها البنك الجديد والمسمى بالبنك الأهلي السعودي، وأيضا محفظة الإقراض والتمويل تصل إلى 28% من إجمالي محفظة الإقراض في قطاع المصارف السعودية، وأيضا 30% من محفظة الودائع. السؤال هنا، ألا ترى أن هذا الاندماج أو الكيان الجديد ربما يحد من القدرة التنافسية العادلة للمصارف الصغيرة؟ أولا شكرا لاستضافتك أستاذنا. بالنسبة للبنوك السعودية، بالنسبة للاندماج اللي حدث بين البنكين راح يخلق كيان جديد، بنك جديد بقدرة أو بإكسبوجر، لأنه أصلاً البنك الأهلي عنده أسواق ما كانت موجودة عند سامبا، من ضمنها سوق الريتيل، تركيبته بامتلاكه ودائع كبير عالية ودائع جارية، هو ثاني أعلى بنك في الودائع الجارية. بنفس الوقت كانت نسبة القروض الودائع في سامبا وإن كانت تحسنت كثيراً في 3 سنوات الأخيرة لكن أقل من متوسط القطاع، فهذا يخلق كفاءة. أين ستتضرر البنوك الصغيرة في هذه الحالة؟ البنوك الصغيرة لديها أسواقها. سوق الإقراض السعودي أو نظام البنك، السوق البنكي السعودي بشكل عام هو ريجليتد، أو نقول لك مراقب أو متابع من البنك المركزي، بحكم أن احنا مرتبطين بسعر الصرف الدولاري، فبالتالي هو مراقب نسبة القروض، نوعية المنتجات، أكبر العملاء، النسبة لهم. الإضافة أن احنا مؤخراً تركيبة القروض في السوق السعودي الحقيقة أو الطلب، يمكن شفت الارتفاع في بنك البلاد، شفته في بنك الراجحي كما أعلن، كانت نتائج جداً ممتازة، ولكن أغلب النمو قائم من المورجج لندنج اللي هو الإسكان، قطاع الإسكان، واللي هو تركيزه الحقيقة أغلبه في البنوك الكبيرة. البنوك الصغيرة النسب عندها بالذات البنوك الإسلامية عم تحسنت النسبة في بنك البلاد وتحسنت في البنك الجزيرة، هذولا أيضا القطاع الجديد والتركيبة الجديدة للإقراض راح تساعد البنوك الصغيرة. فأنت أصلا في قطاع regulated، يعني متابع regulator يتابع الجهة الثانية، أنه تركيبة الأسواق الآن للطلب تساعد الجميع على النمو، فادت زي ما ذكرت لك البلاد والجزيرة. تفضل. نعم، ما مدى استعداد السوق المصرفي السعودي لاستيعاب مزيد من البنوك؟ وهل البنوك السعودية مستعدة لمنافسة البنوك الأجنبية في حال توسعها في السوق السعودي؟ سؤال كبير جدا، يعني الحقيقة لها إيجابيات ولها سلبيات. احنا دولة نامية، يعني مرتبط سعر صرفها بالدولار، فالنظام البنكي لديها مراقب. يعني انت شفت الصين لما كبر أنت عندها تمت إيقافه المالك ماك مي، والسبب أن هذه ليست دولة تستطيع أن تتبع عملتها، الصين هي مرتبطة بسعر صرف دولاري. إذا هذا متوافق مع النمو الاقتصادي ويساعد البنك المركزي على ضبط سعر، سواء جاء كفنتك من التقنية أو دخول بنوك أجنبية، يعني سواء ظهرت عبر تقنية جديدة في الإقراض أو ظهور البنوك أخرى، كويس، يعتمد على قدرة على أنها ما تعمل أي أزمة بنكية، كويس، أو حرب بين أو لا نعتقد أنه ممكن يصير في حرب بين البنوك، لأنه هذا عامل انترست ريت ومضبوط بالبنك المركزي. لكن إذا ما عمل أي يعني أي مشاكل على النظام البنكي السعودي،
منافسة تتطلب فيها عرض وطلب منتجات، فأنت دائما تراقبها. أنت في دولة مضطر البنك المركزي أنه يتابعها يتأكد من تنافسها. هامش التطور في هالجانب أكيد بيكون إيجابي، بس هل هو كبير؟ أنا ما عندي دراسة، لكن ما أمل أنه راح يكون كبير جدا. نعم. يعتمد نمو البنوك على نمو سؤال آخر نمو الاقتصاد. لا بس بالجزئية نمو الاقتصاد، نمو الاقتصاد تفضل. عندنا تفضل. هذا مهم كبير، نمو الكتلة المالية، نمو الكتلة المالية هذول مهمات جدا. إذا كان النمو يعني أقل، النمو الاقتصادي أقل من الكتلة المالية، وهذه ليست الحالة. أنا لا تأخذني أن أقول لا ينفع دخول بنوك، ولكن أعطيك الشروط والأشياء اللي تدفع ظهور بنوك. نعم، تتحدث عن حجم المعروض النقدي مقابل البنوك، لكن دعنا نتحدث عن كم تتوقع أن ينمو حجم السوق المصرفي في السعودية في ظل المشاريع العملاقة المقبلة التي تحتاج لتمويل من القطاع المصرفي؟ ممتاز، سؤال جدا جميل. طبعا راح يدخل صندوق الاستثمارات العامة حسب ما هو معلن بحدود 40 مليار دولار. إذا كمية استثمارات راح تدخل، فطبعا الحركة النقدية المالتيبل بين البنوك راح ترتفع، وإحنا شفنا رأينا ودائع بشكل إيجابي مرتفعة بين المصارف السعودية. الشيء الثاني، السيولة كانت جيدة. الشيء الثاني أن أيضا عندنا قطاع السكني نتوقع هو نمى السنة اللي فاتت بحدود 116 مليار ريال، ومتوقع إحنا في تقديرنا الرانش على الأبحاث أنه يرتفع هذه السنة 90 مليار ريال. فهذول هم الجزئتين الكبار اللي ممكن الحقيقة يرفعون الكتلة النقدية لدينا. نعم، مازن سديري رئيس الأبحاث في الراجح المالية، شكرا جزيلا لك.